السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب بالله، موضوع هذه الحلقة عن المهد المنتظر، والحلقة بعنوان الآية الكبرى للمهدي التي ستجعل الناس له خاضعون. أحباب الله، ببينكم إياها بالدليل والبرهان والحجة الداحضة من القرآن الكريم. سورة الشعراء بنبلش من آية 1 وبننسى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أحبابي بالله، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني الله سيشاء، لأنه يقول لك ثم إذا شاء أنشرح، ثم إن شاء أنشرح. إن شاء بأشرطة كثيرة حقت لكم سيشاء الله سبحانه وتعالى، عشان هيك بقول لك وما يأتيهم، لأنه لسه الآية ما نزلت، بقول لك وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضون. طب شو معنى كلمة محدث؟ محدث يعني ما يتنزل به الوحي، جديد النزول يعني موضوع جديد، يعني حدث الحدوث كون الشيء بعد أن لم يكن، عرضا كان ذلك أو جوهرا، وأحداثه إيجاده. يعني مثلا لما يجي الإنسان يحكي لكم شغلة جديدة في القرآن الكريم، هذا اسمه وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. هذا اللي أنا بقول، اللي بنزله من الأشرطة ذكر من الرحمن محدث، يعني قاعد ببين لكم أنا بالدلائل والبراهين من ذكر القرآن، من يعني من ذكر الحكيم، بيانات وإيش الأمور ستحصل أو إنها حصلت بس الناس مش شايفينها. أنا بالنسبة لي هذا فهم من القرآن الكريم، عشان هيك أقول لك نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين. شو هي الآية أحباب الله؟ نجي على سورة النجم من آية 1 بننزل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أحباب الله، الآيات هذول كلهم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلا آية واحدة بس اللي هي أول آية. قلت لكم شو هي؟ إيش إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. شو هي الآية؟ والنجم إذا هوى، سينزل نجم من السماء، مش كوكب، نجم. إحنا الشمس تبعتنا من النجوم، رايح ينزل نجم على الأرض قريب من الأرض ويصير في الأرض شمسين. في ناس راح يقول لك شو هالكلام اللي بيحكي، أصبر والأيام جاية بإذن الله عند ظهور المهدي. وتكذيب الناس إله، راح ينزل نجم من السماء وكل الناس بنزول الآية هاي راح يكونوا خاضعين للمهدي، يقولوا سمعنا وأطعنا. ودليلي والنجم إذا هوى، هل من زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هوى النجم؟ في ناس بيقول لك النجوم صغيرة، هاي لا حبيبي، بيقول لك النجم
يقول لك فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم إحنا نطلع على الشمس، الشمس نجم نطلع عليها، إحنا ما بنشوف الشمس في مكانها، إحنا بنشوف الشمس لما كانت في مكانها قبل 8 دقائق و33 ثانية، لأنه لما توصل إشعة سرعة الضوء من عند الشمس لما توصل لعنا بدها تأخذ قديش 8 دقائق و33 ثانية. عشان هيك إحنا نطلع على الشمس ما بنشوف مكانها، إحنا بنشوف موقعها. عشان هيك رب العالمين يقول فلا أقسم بمواقع النجوم. هو لما يقول أخوة النجم إذا هوى، هذا إيش؟ علامي وقسم إنه سيأتي زمن من الزمن الأزمني النجم راح يهوى. الهوى والنجم إذا هوى راح يعني ينزل من السماء قريبا إلى الأرض، وكل العالم راح نشوفه. أحبابي بالله هاي الآية ودليل كمان، بس الآيات الأخرى هاي أنا جبتها لأنه في واحد حكى معاي على الفيسبوك وحكى إنه هاي الآيات إله، وإنه الله تقرب إله فزدنا إله. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، شو هالجنون هذا؟ هسا الله سبحانه وتعالى بقسم والنجم إذا هوى، يعني النجم لما يهوى ما ظل صاحبكم وما غوى، عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى، كلامه مش من عنده، مش تبع هوى، إن هو إلا وحي يوحى، مين علمه؟ علمه شديد القوى، مين ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى سيدنا جبريل عليه السلام، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين وأدنى، هو وين؟ لما إيش رفعوا وصلوا للجنة، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد وما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، رأى مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام، وين رأى؟ عند سدرة المنتهى، وين شو عندها؟ عندها جنة المأوى، وصل سيدنا محمد لوين؟ لجنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، صار في عنده حجاب، وصابته إيش؟ غشى البصر، ما زاغ البصر، وما طغى. لما صارت إذ يخشى السدرة ما يخشى من أمر الله سبحانه وتعالى، ما زاغ البصر وما طغى، يعني بصره ما زاغ ولا طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، بس ما لم يرى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز واحد يشوف رب العالمين ولا يسمعه إلا من حجاب، من وراء حجاب. ليش هاي الآية سيدنا محمد؟ لأنه يقول لك تعرفوا الإسراء والمعراج، يقول لك فرأيت من لات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هاي اللي كانوا يؤمنوا فيها إيش؟ قوم قريش، ولكم الذكر وله الأنثى، هيكم كانوا يقول الذكر لنا والأنثى لله سبحانه وتعالى، تلك إذا قسمة ضيزى، يقول لهم إن هي الأسماء وسميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إجا القرآن الكريم. هسا بنرجع سورة القلم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين. هسا أحباب الله نور القلم يسطرون، هاي كلها للمهدي عليه السلام. ليش؟ لأنه ما أنت بنعمة ربك بمجنون. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل، هل فكر حاله مجنون؟ وإمتى نزلت نون؟ نزلت بعدين، يعني كان الوحي نازل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين يا أيها المزمل يا أيها المدثر، وآيات كثيرة بعدين هاي جت. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يوحى عليه الوحي، وراه على الإسراء والمعراج، ونون والقلم ما يسطرون، الله بقسم بالنون والقلم ما يسطرون، القلم ما يسطرون اللي راح يكون في زمن الصحافة والإعلام، وبكتبوا في الأقلام وبيحكوا عن مين؟ عن هذا الرجل اللي راح يظهر، وقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هم بيقولوا عنه مجنون صحفهم والصحافيين والمذيعين والهذول إيش بيسطروا عنه إنه هذا الإنسان مجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. وإيش كان حكاله؟
وإنك على خلق عظيم. هسه أقول لك هذا سيدنا محمد، نعم لسيدنا محمد ونعم للمهدي، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال خلقه كخلقي. بس اللي خلاه تبين لنا المهدي، فستبصروا ويبصرون، يعني هم رايحين يبصروا إيش بأيكم المفتون. ليش؟ لأنه رايحين يشوفوا الحق ويآمنوا، وآخرها آجلا أو عاجلا رايحين يعرف أنه هذا هو المهدي. بس أقول كل إيش، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين، فلا تطع المكذبين. إذا رايحين يكذبوك لا تطيعهم. هل سيدنا محمد كان يطيع المكذبين؟ هذا أقول لمين؟ لرجل ما عنده اليقين لسه إنه هو، عشان فلا تطع المكذبين، لأنه بظن نفسه مجنون وهم بظنوا إنه مجنون. طيب نجيب الدليل على الآية بسورة يونس 20، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل علي آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم منتظرين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هاي الآية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ طب ما هو من سيدنا محمد صارت آية انشق القمر، وصارت آية إنه نزل عليه القرآن كلمات هم عارفينها مش كلام بشر، عنده آيات سيدنا محمد. بس المهدي ما نزلت إلا الآية، ما نزلت لأنه الناس راح يقولوا طب هذا ادعى الرسالة وأنه خاتم المرسلين وادعى أنه مرسول من رب العالمين، طب إيش؟ ليش ما تنزل عليه آية من ربه؟ ويقول لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم المنتظرين فارتقبوا وأنا معكم المرتقبين. آيات كثيرة بتقول لك أنه رايح يشوف. عشان هيك أحباب الله بنجي على الآية الثانية سورة الرعد 7، قال تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، هو هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه شو بقوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لسه الهاد اللي هو المهدي لم يأتي، ولكل قوم هاد، الهاد هو المهدي اللي راح يهدي قوم المسلمين. هسه آية أخرى سورة الرعد 27 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أستعلمنا هاي الآية أحباب الله، ويقول الذين كفروا الكفار اللي كفروا فيه لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، اللي رجع لله سبحانه وتعالى وآمن ذا الرجل هذا الله راح يهديه سبحانه وتعالى. عشان يا أحباب الله الآية قلت فيها والنجم إذا هوى، وإيش شو الآية الأولانية على دليل قولي اللي هي إيش لعلك باخ ونفسك على كل مؤمن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. طب شو الآية من السماء اللي راح تنزل وتخلي الناس أعناقهم لها خاضعين؟ شو في بالسماء أشياء راح تنزل على الأرض؟ والنجم إذا هوى، هاي رؤيتي أحباب الله وفهمي للقرآن الكريم. بقول لي ما زي هذا الإيماني بقول لك كوكب صقر، وما كوكب صقر، إحنا بكفينا العذاب اللي إحنا فيه، مش بحاجة لعذاب جديد. راح الله سبحانه وتعالى نزل آية من السماء يخضعوا الناس لأمر الله وطيعوا المهدي مشان سم الإصلاح، ما في عذاب كثير. اللي جاي ما هو عذاب أحباب بالله، راح يكون شوية مشاكل وشوية يعني حروب بسيطة، ما في حرب عالمية ثالثة ولا في الملحمة الكبرى، قلت لكم انتهت من زمان، لأنه قالوا الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أحباب الله أكثر من هيك سفك دماء وفساد في الأرض، صار الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، وصار عندك مليون جنس. بزمن قوم لوط كان الرجال تجعل الرجال ونساء تجعل النساء مثلا، بس هسه في عندكم أنتم رجال بيجوا على الرجال، وفي سوان بتجي على نسوان، وفي رجال بيجوا على نسوان وعلى رجال بسموه بايسكشوال، وفي عندكم أحباب بالله ترانسكشوال، هدول ناس بيكونوا زلمة بتحول لأنثى، كل الأعضاء الذكرية فيه بروح يسوي عملية بصير أنثى، وأنثى بتحول لأعضاء بتحول أعضاء ذكرية. وفي عندكم قسم رابع بسموه شي جيرز، هذا الزلمة بيكون زلمة بصير له صدر أنثى،
قسم أنثى وجسم أنثى بس الذكر العضوي تبعه لسه موجود. هذا بسموه شيغيرز. فهمتوا علي؟ الفساد الموجود في الأرض، الطرب والأغاني والرقص، صار لاعب كرة القدم يأخذ ملايين الملايين من الدولار، الرقاصة المطربة، الكفار الزناديق، الممثلين، سباق السيارات، المقامرين، تجار الأسلحة، تجار المخدرات، هم اللي عايشين ومبسوطين. المؤمنين والمسلمين هم اللي بالسجون وهم المعذبين وهم الفقراء. أكثر من هيك شو ضل؟ بدك كمان تصير حرب عالمية ثالثة؟ بكفي سوريا اتدمرت وتشرد 20 مليون بني آدم، بكفي العراق صار لها من الستينات أو السبعينات وهي بعذاب، بكفي مليونين في الجزائر وتونس والمغرب استحلوا من فرنسا وسوريا ولبنان، بكفي فلسطين احتلتها والعراق احتلتها بريطانيا وسلمت اليهود فلسطين اعطتهم إياهم على أسهل ما يكون. مليون حرب دخلنا وانهزمنا، وفوق هذا لسه لكم حرب عالمية ثالثة. الله ينتقم منكم يلي بتحبوا الفساد في الأرض. والله العظيم يا المهدي إنه جاي يصلح ويحقن الدماء ويقصد في الأرض. بقول لك يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأ ظلما وجورا. بدك إياه يجي المهدي ويصير حروب بعديها دمار الأرضية كلها. المهدي بده يطبق حكم الله، والله راح ينصره سبحانه وتعالى لما ينزل آية من السماء والناس يخضعوا له وينسى سيدنا عيسى بن مريم وكل النصارى واليهود يآمنوا فيه. وين الحروب تصير هاي؟ الله سبحانه وتعالى حامي المهدي، والله ما واحد بقدر يمس شعره من رأسه. والله كل أسلحتهم ما بقدروا إيش يرموا حجر على جهة المهدي. إنا كفيناك المستهزئين، والله ما حدا بيسترجع يستهزئ في المهدي. اللي بيستهزئ راح يحاقوا بهم ما كانوا به يستهزئون. افهموا عليه حبايب، أنا بحكي لكم حطوا الأمل في قلبكم وتوكلوا على رب العالمين وارجعوا للدين، صلوا وأقيموا الصلوات واتلوا القرآن حق تلاوته وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأصلحوا في الأرض. اقترب ميعاد المهدي عليه السلام. احنا بالفتن هاي الفساد الموجود في الارض انقسمت الارض الى فسطاطين، فسطاط نفاق فسطاط ايمان. كونوا مع المؤمنين وابتعدوا عن المنافقين، ولا تصدقوا هذول الدجالين اللي بكذبوا في المهدي انه لا في مهدي ولا في عيسى بن مريم ولا في دجال. هذول بنكر الله وبنكر رسوله وكلمات الرسول واحاديثه والقران الكريم. هذول اعداء مضللين لعنه الله عليهم اجمعين. بدل ما ينصحوكم بالرجوع للدين قاعدين ينصحوكم ايش؟ بالكفر في الدين. لما تنكروا انتم اشياء ذكرها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وموجوده بالقران المثبته انتم تكون كفرتوا في الله. عشان هيك احباب الله صدقوا ابشروا، كل واحد منكم راح يكون عنده بيت وبتزوج وعلاج وما بصير الدنيا مش همه، بصير همه بس عباده رب العالمين. بصير عدل في الارض مش بس للبشر، للحيوانات، للطيور، للأنهر، للشجر، للأحجار، لكل شيء في الأرض راح تعيش الأرض بأمان واطمئنان. ما في حروب عمي. اليهود راح يستسلموا استسلام. ستدخل المسجد كما دخلتم أول مرة. كيف تدخل المسجد أول مرة؟ حرب استسلام. اليهود راح يستسلموا لأنه الله سبحانه وتعالى وكل ملائكته وجيوشه مع المهدي. شو بتسوي امريكا واوروبا وغيرها مع المهدي؟ والله ما بستطيعوا يلمسوا شعره من راسه. عشان هيك احباب الله صدقوني انه هذا الدجال اليماني بيقول لك كوكب صقر ومش عارف الله، بيقول لك كوكب نيبرو وما نيبرو، هاي كلها والله الارض الا تعيش ألف سنه واكثر وهي كلها تعبد رب العالمين. مش زي ما بيقول لكم الناس بيجي المهدي بعدين يجي المسيح الدجال. طب كيف بتصير هدايه للناس وبعدين يجي المسيح يضلهم؟ لا، لازم يجي المسيح الدجال اول شيء وبعدين بيجي المهدي وبنزل عيسى بن مريم. بقول لك بكسر ايش؟ الصليب، وبذبح الخنزير، وبطعن المسيح الدجال في حربته. فبقول لك بيذوب كما يذوب الملح في الماء. يا احباب الله شو بتكسر الصليب؟ يعني بتمسك صليب ويكسره؟ لا يا عم، بيجي بقول لهم
وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه، انتهى الموضوع. أنا ما صلبتش. كل فكرة إنه صلب سيدنا عيسى بن مريم بتلتغى، بيعرفوا إنه ما صلب وبقتل الخنزير. هسا عن النصارى أحب عليهم لحوم الخنزير، أعطيهم أي لحم بقدروش من الخنزير، بيجي بقتل الخنزير بقول هذا حرام عليكم، انقتل الخنزير. بطع المسيح الدجال طعنه، شو بتطعنوا؟ هو في حرام وما حرام، بطعنوا وبذوب المسيح الدجال. أي هو بلا مؤاخذة بوزة ولا شو يسموها شوكولاتة بتذوب؟ لا بذوب، يعني بذوب بيختفي من الأرض، لأنه رايح يقول لهم أنا لست رب ولا إله، أنا عبد الله نبي الرسول. كل اللي كانوا آمنوا فيه رب، رايحين يآمنوا أنه إيش كله كذب كذب، ورجعوا للدين الحق. عشان هيك رايحين يآمنوا في سيدنا عيسى بن مريم، وبيجي سيدنا عيسى بن مريم بقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الدين الحق هو الدين الإسلامي، ادخلوا في الإسلام ورايحين تنجحوا. فكلهم بصيروا مسلمين، وين بتصير الحروب؟ فهمت علي يا أحبابي؟ ليش أصلاً بقول لك ستفتحون القسطنطينية ثم تفتحون روما، تغزون روما؟ ليش روما بالضبط؟ لأنها هي مصدر المسيح الدجال، هي النظام المخالف لتعليم عيسى بن مريم. عيسى بن مريم قال وأن الله ربي وربكم فاعبدون، هذا صراط مستقيم. هم يقولوا إن الله ثالث ثلاثة، عيسى بن مريم هو الله، هذا المسيح الدجال يا أحباب الله. اطلعوا أنتوا لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت بتستعيذ بالله من الشيطان شخص من الجن. بس لما تقول أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أنت ما بتقول أعوذ بالله من المسيح الدجال، لو أنه شخص. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال قول أعوذ بالله من الدجال أو المسيح الدجال، بس أنت بتقول أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال فتنة. زي إيش؟ فتنة النحية. اقرأ القرآن، وأنا نزلت شريط شو هي فتنة المحية وفتنة الممات، ونزلت شريط شو معنى فتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، قلت له انتهت وراحت فتنة المحية وفتنة الممات، فتنة عذاب القبر وعذاب القبر فتنة. تعرف ليش فتنة يا أحباب الله؟ كل من أنكرها وخاف فيها وكذب الرسول انفتن فيها، لأنه إيش؟ فتنة. ليش تدخل في الفتنة أنت؟ خلاص سيدنا محمد قال في عذاب قبر، القرآن الكريم بوصف لك أنه في عذاب. في ناس بيقول لك صور مش واضحة، يا أخي خلاص أنا ما بتدخل في الفتنة. اعرف شو فتنة المحيا وفتنة عذاب القبر وفتنة الممات، راح أنت تعرف فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال هسا النساء فتنة، هاي فتنة من فتن المحيا. إذا بتدور في القرآن الكريم على كلمة الفتنة في الحياة راح تعرف شو فتنة المحيا، وإذا بتدور على فتنة الممات راح إيش في الموت، كل ما ذكر الله الموت وشو راح يصير فيه، راح إيش تعرف إنه راح يفتن الإنسان عند الموت. ونفس الشغلة المسيح الدجال فتنته، ونفس الشغلة إيش عذاب القبر. فليش الواحد يخوض في فتنة عذاب القبر مشان ينفتن فيها، بس ما ينفتن من فتنة المحيا ولا فتنة الممات؟ يظل فتنة الممات عند الموت، بدك تظلك مثبت في لا إله إلا الله محمد رسول الله تنجى من الفتنة. فتنة المحيا ابحث عن الحرام من النساء والمال والسرقة والشغلات، انت نفذت منها. ابعد عن المسيح الدجال، يعني كل شيء مخالف لتعاليم عيسى بن مريم، هاي هذا الدجال. دجلوا على الناس، كذبوا على الناس. هسا قديش في ملايين مليارين تقريبا مسيحي، قديش ماتوا بالزمانات بالنصارى وهم بيؤمنوا انه هذا رب، كلهم انفتنوا. زي فتنة كثير من الشيعة هسا بعصرنا، انفتنوا في الحسين عليه السلام وعلي بن أبي طالب، وانفتنوا بالصحابة وصاروا يسبوا ويطاولوا على زواج الرسول، هاي برضو فتنة. وفتنة الصوفية الأولياء الله المقربين، الخضر بيجينا ومش عارف إيش وبصير يتمسحوا في القبور، هاي كلها فتنة أحباب بالله. اللي بصير يتمسح في الأرض فتنة. هذول اللي بوقفوا مع السيسي
انفتروا بالسيسي، واللي بيوقفوا مع مرسي انفتروا بمرسي. انتوا وقفوا مع الحق. اللي بيوقف عشان مش عشان مرسي، مين مرسي ومين السيسي؟ لا، وقفوا مع الحق، الله سبحانه وتعالى. صار في انتخابات والشعب اختار زعيم رئيس، قاموا خانوا. هون انت توقف مع الحق، مش عشان تناصر الاخوان المسلمين. لا، هيك بدكم تكونوا منتبهين. اللي بنفتن نفس الشغله اللي صارت الحرب بين علي ومعاويه، في ناس اعتزلوا وقول لك خلينا ندخل، هذول اعتزلوا الفتنه، بس اللي ايش من الجهتين انفتنوا في الموضوع، فصارت فتنه. هسه من بعديها لليوم والفتنه موجوده، كل واحد بتدخل فيها دخل في الفتنه. عشان ايه؟ انا ما بهمني الماضي، برجع الامل لرب العالمين. عشان ايه؟ احباب الله، لا تدخلوا في الفتن، وصدقوا، وخلي املكم بالله كبير. وشوفوا هالايه العظيمه، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. امتى عباد الله المسلمين اسرفوا على انفسهم؟ لما يقول قل يا عبادي، ما بحكي للنصارى واليهود والكفار، بحكي للمسلمين اللي بيعبدوا رب العالمين. قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم، يعني اسرفتوا من كثر الذنوب، ايه السرقات والربا والزنا وغيره وغيرك، لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الفرصه امامكم، توبوا الى الله توبه نصوحه، والله اللي يغفر لكم ذنوبكم لو ذنوبكم بتملا السماوات والارض. فهمتوا علي يا احبابي؟ عشان اخا بس يجي المهدي لا تخافوا. وهسه هتفكروا انه راح يصير حرب عالميه ثالثه واسرائيل الكبرى، والله ما في اسرائيل الكبرى، والله والله العظيم. اليهود ايديهم هيك، والله لو انه مكتوبة لهم سيناء اللي رجعوها، اراضي سيناء اللي رجعوها لمصر، والاراضي اللي رجعوها للبنان، لو انهم كاتبينها، لو انها مكتوبة لهم في التوراة بالاصل لهم، والله ما رجعوها. بقول لك من مين؟ للفرات. هاي الفكرة الصهيونية مش فكرة التوراة. والله ذكرنا في القرآن الكريم وين مكان بني اسرائيل، واعطاهم الارض المقدسه، ومعروف شو هي الارض المقدسه. ليش رجعوا غزه؟ والله ما هي لهم، والله والله لو انه لهم اسرائيل الكبرى كان زمان حققوها. صاروا قديش وعندهم قوه يحاربوا وكذا، بس مش مكتوب لهم. والله العظيم لا يستطيعوا يطلعوا على اهل الاردن، ولا يستطيعوا ياخذوا حبه رمل بعد اليوم. صدقوني احباب الله، انا بحكي لكم كله منابع من القران الكريم. والموضوع الحلقة هاي انه الآية اللي راح تثبت المهدي للجميع غير الخسف، الخسف راح تثبت للمؤمنين، بس الآية الثانية راح تحسب لكل واحد لسه في قلبه شك. اللهم اجعلنا من نستمع القول فتبون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.